يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وهنقل لكم بقى كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. الحقيقة هوندن الويك أند اللي فات كان ويك أند حافل بالانتصارات لجميع الفرق الرياضية المختلفة، وطبعا على رأسهم رجال النادي الأهلي اللي بيفوزوا على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، وبيتأهلوا بقى لنصف نهائي طبعا بطولة كأس العالم للأندية عشان يضربوا موعد مع فريق فلومينينسي برازيلي غدا ان شاء الله الساعه 8. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. كمان بقى خليني اقول لك ان انا كنت متواجده داخل النادي وتابعت المباراه مع الاعضاء. الحقيقه كانت اجواء مميزه جدا، اجواء اهلاويه خالصه، وحابه كمان اقول لك انه كان في ثقه تامه من جميع الاعضاء ان النادي الاهلي هيفوز في المباراه برغم كل الاحاديث اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا. وطبعا انه كان في كتير من الاحاديث زي ما قلت، لكن الاعضاء كان عندهم ثقه ان رجال النادي الاهلي كالعاده هيكونوا قد التحدي، وفعلا قد كانوا وقدروا يفوزوا ويتأهلوا لنصف النهائي. وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى ربنا يكملها على خير ويحققوا انجاز جديد يضاف لانجازات النادي الاهلي. خلونا بقى نروح لاخبار الفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه مع الفريق الاول لكره الطايره الرجال، واللي امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق الترسانه بنتيجه 3-0. المباراه كانت مقامه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل، وقدر رجال الماسترز يفوزوا فوز جديد في بطوله الدوري. زي ما قلت فازوا بنتيجة 3-0. الشوط الأول كان فيه ندية كبيرة، لكن بقى روح النادي الأهلي قدرت تحسم الشوط بنتيجة 30-28 لصالحهم، والشوط الثاني انتهى بنتيجة 25-14، والشوط الثالث والأخير انتهى بنتيجة 25-22 عشان بقى يحققوا انتصار جديد. رجال الماسترز هيواصلوا تدريباتهم النهاردة بدون راحة سلبية، ويبدأوا مباشرة الاستعداد للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون أمام فريق الشمس يوم الثلاثاء القادم أيضا ضمن منافسات بطولة الدوري، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن سيدات كرة الطايرة فأيضا بيستعدوا بشكل قوي، النهاردة هيختتموا تدريباتهم، هيكون عندهم غدا إن شاء الله مباراة جديدة في مباريات الدوري هتكون أمام فريق وادي دجلة، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء، فأيضا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني أقول لكم إنه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أمس كان أعلن إن الاتحاد الأفريقي أعلن إن إن شاء الله النادي الأهلي هينظم البطولة الأفريقية لرجال وسيدات كرة الطايرة. البطولة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا بنتمنى كل التوفيق، أكيد هتكون فرصة كويسة للرجال وسيدات كرة الطايرة، لأن طبعا الفوز بهذه البطولة بيأهلهم مباشرة لكأس العالم للأندية، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى للعبة كرة السلة، والحقيقة أن سيدات كرة السلة حققوا سلسلة من الانتصارات في الويك أند في بطولة منطقة القاهرة، آخرهم كان أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الشمس، أنهوا الكوارتر الأول بنتيجة 31-13، كوارتر الثاني بنتيجة 45-27، كوارتر الثالث بنتيجة 67-37، وكوارتر الرابع والمباراة بنتيجة 83-45 عشان يحققوا انتصار جديد في بطولة منطقة القاهرة. حين هما كمان كان عندهم مباراتين يوم الخميس والجمعة، وأيضا فازوا فيهم يوم الخميس أمام فريق مصر للتأمين ونهوها لصالحهم بنتيجة 71-35، ويوم الجمعة كان أمام فريق هليوبلس وأيضا فازوا فيها بنتيجة 91-38. يعني طبعا أداء كبير جدا من سيدات كرة السلة، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. كمان شباب كرة السلة 18 سنة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق مصر للبترول بنتيجة 52-29، وأيضا ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. حيانو شباب 18 سنة في النادي الأهلي عاملين الحقيقة موسم كبير جدا، يمكن شفناهم في دوري المرتبط قدروا يفوزوا في جميع المباريات، كمان بقى في بطولة منطقة القاهرة ماشيين بخطة ثابتة جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، وطبعا زي ما احنا عارفين انه في فتره توقف دولي لفرق كره اليد بسبب طبعا معسكر منتخبنا الوطني واللي بيضم الحقيقه عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، يعني 13 لاعب من النادي الاهلي، واكيد ده بيدل على قوه لاعبي النادي الاهلي. خليني افكر حضراتكم كمان باسماء لاعبي الاهلي المنضمين لمنتخبنا الوطني: اللاعب ابراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن طه، عمر كاستالو، احمد سيسا، محسن رمضان، احمد عادل، ياسر سيف، محمد مجدي، احمد خيري، محمد لاشين، وبلال ابراهيم. ده طبعا عشان بقى منتخبنا الوطني ان شاء الله هيشارك في كاس الامم الافريقيه واللي هتقام في مصر من يوم 19 ل 29 يناير. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد. طبعا منتخبنا الوطني قوي جدا في كره اليد، بيكون في امال كبيره ان شاء الله بقى يحسموا البطوله لصالحهم، بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني هوندو يا كريم، دي كانت ابرز اخبارنا النهارده، معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات
الاختبارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطية منك رائعة كالعادة، بنشكرك جدا جدا. أكيد أنا وكريم على هذه التغطية. هنا شكرا ليكي.